عليكم. اليوم راح ندير لكم وصفة الميني بيتزا، تابعوا معي. سوف تحتاج 4 حبات طماطم، كنت مقطعين كنت ساعدت بماما لتقطيعين السكين. هنايا عندي ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، عندي فلفل اسود وكزبرة كرملة. هنايا نقدر نحطهم في الخلاط الكهربائي. بسم الله، نزيد التوابل، نشعل الخلاط. جبن طري اذا ما يتوفر تقدري ما تحطيش.
باش ما يخرجلكش الفرماج. ضروري ما نجيبو الشوكه باه ما يجيش يخرج الماء. نبدا نفصل شويه الطماطم، نحطو الطوم او السردين، نحطو الزيتون الاخضر، نحطو الجبن المحشوه.